الى الجزائريين. ولولايه برج بوريج يواصل تكريمه لارامل الشهداء فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بال... شباب نقول له بان هذا القران هو العاصم، هو المحصن للذات، المحصن للشخصيه، المحصن للانتماء، لان مهما قلنا مهما فعلنا سنبقى ننتمي إلى هذا الوطن الذي كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. نبقى محتفظين بهذه الثوابت، ولذلك ندعو الشباب إلى أن يتحلى بهذه القيم ويدع عنه التقليد الأعمى للقيم الفاسدة والتقاليد البالية.